مشاهدينا الكرام، في عدد جديد من صريح جدا. اليوم رانا في مدينه جديده دريع الريش، التي بالرغم من انها مؤخرا نرقيت الى ولايه منتدبه ومقاطعه اداريه، الا انها ما زالت تفتقر الى مظاهر الحياه. وين رايحين نشوف معاناه ازيد من 5000 عائله اللي تعاني غياب المرافق العموميه والعديد من النقائص. تبعونا. أكثر من 5000 عائلة هنا، احكي لنا على كيفاش راكم عايشين هنا في الظروف هذه، نقص المرافق، حوايج ياسر راهم ناقصين كنتم في دريع الريش هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للشعب الجزائري. احنا سكان المدينة الجديدة نقطن في هذه المدينة منذ 26/8/2018. المدينة الجديدة هاي ليك ونسمعوا مدينة جديدة، بصح رانا مهمشين تهميش كلي، لا مواصلات تكفينا، لا بلدية، لا فرع بلدي. الاوساخ قاعد تشوف بعينك، ما عندنا وش راح نقول لك، لا مرافق عموميه، رانا حاصلين حصله وش راح نقول لك، اعطونا السكن يكثر خيرهم نقولوا، بصح ما عندنا حتى اولويات، ما كان حتى شيء، رانا في الظلمه، كليراش بيبليك اضعف الايمان ما كانش، كليراش بيبليك ما كانش. ما عندناش مراكز صحيه، الطريق كسفها بحسك الماء تاع النو، الكليراج ما كانش، الغاز. عندنا قريب 7 أشهر بلا غاز، الدنيا برد على الدراري والنساء والمليكات، الطرق اللي روكار محلولين يطيحوا فيهم الدراري، ما عندنا حتى شيء، ما كاين والو، مرافق تاع الدراري وين يلعبوا مع الناس، مصلى مسجد ما داروا الناس، قلنا لهم ديروا لنا مسجد بيت ربي نصليوا فيه، قال لك هو عندكم مسجد في دريع الريش في الفيلاز. ما كانش مرافق، ما كانش اخويا العزيز مرافق، ما كان حتى مرفق عمومي، وما كانش مسؤولين اللي يجيو يسقسيوك واش كاين واش عندك واش ما عندكش، ما كانش خلاص. يقولوا عليها انها مدينه ذكيه. ماهيش مدينه ذكيه، ما نكذبش عليك، ماهيش مدينه ذكيه خلاص. يقولوا عليها انها مدينه ذكيه. السعاديه مش مدينه ذكيه، ما نكذبوش على بعضنا. احنا عندنا امل باه تولي ذكيه، بصح باه تولي ذكيه المدينه دي لازم تضاف الجهود. ولازم السرعه في الانجاز. نقولوا مدينه ذكيه، بس ما قاعدين نشوفوا مدينه ذكيه مادام الفوضى والدنيا داخله بعضها وشيرك على بعضها، مش قاعدين نشوفوا المدينه الذكيه هذيا. مدينه غبيه مش ذكيه، هذه مش مدينه ذكيه، هذه مدينه غبيه. راهم هلكونا، راهم تعبونا. يا هي مسميه مدينه جديده وهي ماهيش مدينه جديده، راهي في حاله راك تشوف بعينيك، راك جيتي وراك قاعد تشوف حوايج ياسر تخص اخويا، ترونسبور قاعدين نعانيو منه، السته يحبس، مستحيل، لكن مسجد ما كانش حتى باه تصلي تضربها على رجليك هكا، ما نعرف قدام كيلومتر، الطريق مكسره، رانا في حاله مزريه. هنا اخويا كاين نقايص ياسر، من بينها الاحوانت مش محلين، عندهم درك قريب عامين حانوت ما هو حال، حاب يقول الحاجة لازم نشريوها من البلاد ولا ما نلقاوش، اون بليس دو سا البولي كلينيك كاين واحدة هاهي تخدم دومي جورني، وكاين طبيبة واحدة، أبار سا ما كاين حتى شي، لا دونتيست لا لي سوان في الليل، كون يمرض لك واحد في الليل حصلتي لا ما عندكش طوموبيل. جينا هنا ما لقينا لا مسجد لا مصلى، صلينا في الارض برا، مرضت انا وليت سدي ضربني هواني في حاله. نمشيو في الغرقه، عندنا مشكل كبير اللي راهو كبير، مطلب تاع السكان الساعه هذه اللي هو مصلى، والمصلى واللو تاع المسجد هذايا راهو شغل كبير، شغل لسكان المدينه. هنا القرايه هاك تشوف ليسي قاسمين اون دو يقريو فيه السيام ولا الثانوي، والسيام ساكن ليومنا هذا هاي قريب تفض بريميتري ماستر، كاين اللي دايرين فرد واحد. الحوانت تشوف فيه مقفولين، شوف قدام الحانوت مقفول، ما نقولكش فوق 150 حانوت ولا 160 حانوت مقفول، ولا ما يعطوهمش الشباب هذه يا خويا، خلي يسمعوا بهم روحهم وخلي الناس تخدم على روحها. الغاز ما كانش، كاين دي فويت لهنا، قاعدين نعانيو من اللي فويت تاع الغاز، يعني نتمنى من المسؤولين يجيو يشوفوا الحكايه دي اللي رانا انا عايشين في كارثه. ملي جابونا لهنا نساونا خويا، ما كان حتى شيء لهنا، ما كان والو لهنا. واحد يتغدى ما يتعشاش، كان تعشى ما يتغداش، والامبيونس ما كانش، لا بيرمونس ما كانش، طحنا ساعات في الليل واحد مريض حتى فرودير ما نلقاوش باش نجيو به الولاد العنب ولا نديوه للرحال ما كانش، كيما ورا البارح مرة قريب مات طونسانت. فرموسي ما كانش باش يشدوها لازم يهبط، الفيلاج هو يقفل في الليل، واحد طاح مريض في الليل ما كانش،
السبيطار ما كاينش، العياده ما تقفل تقفل. ماذا بينا العياده هذيا تخدم لا بارمانونس، تخدم ما فيهاش، كان طب خير ربي. انت لا فارماسي ما كانش، الاناره العموميه ما كانش، جاو بدلوا لي زامبول هذيك النهار شناوا هذا، ما ميم با ثلاث ايام تحرقوا برسك كل، رانا على الظلمه، الدنيا ظلمه، الضوء في الليل ما كانش خلاص، الدنيا كلها ظلمه. ثاني حاجه عندنا تخصنا مصلى، لا مسجد لا والو، عندنا تخصنا مصلى، مسجد ما كانش كاين، مصلى مصلى ما كانش. حتى الدنيا لهنايا ما كي تصب النوم ما عندكش مين تعدي، القطعه ما عندكش مين تقطع، نضلوا نحطوا في اللوح وفي الحجر باه نقطعوا. رانا تاعبين 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 خلاص ما كاين حتى شيء. الحليب انا كنت في البلاد كنت الحمد لله الحليب كاين. هنا عدت نجيبه من البلاد، كون ما نجيبوش من البلاد ما يشربوش ولادي الحليب. ثالث حاجه كتشوف الدنيا كيفاه. بالنسبه للمقاطعه الاداريه لذرع الريش ما يخفاكش عندنا 1400 ازيد من 1400 هكتار المدينه الجديده هذه الوعاء العقاري تاعها. المرافق العموميه الموجوده فما كالمدارس والثانويه والمتوسطات في الاحياء الجديده راهي تمشي. اما بالنسبه للتجاره عندنا لي لوكول اللي راهم موجودين في 2000 سكن تاع لوبيجي والباقي في لاديال، هذم راهم ملفاتهم في دراسه عند سيد ولي ولايه عنابه، وان شاء الله في القريب العاجل يكونوا يمدوا لهم. الاناره العموميه اليوم الصباح حضرت مع رئيس البلديه، الاناره راهي واجده، دار ليتر كوموند لاسوني الغاز، واليوم الصباح كان عندي وراح لهم باش يشوف يدير معاهم الاجراءات يخلص لابونمون. اما بالنسبه للمصله اللي قلت لي عليها هذه المتواجده في قاعده الحياه تاع الاتراك، هذاك المكان جاوني هنا الجمعيه واتصلت ببلاديال وسمو، ولكن المكان هذاك فيه مشروع تاع ليسي، ما نجموش نعطوهم درك مصله بلاكش منا لاخر العام يجينا الاسكريبسيون تاع ليسي هذا ونبداو. كما شفتم مشاهدينا الكرام كان هذا عددنا لنهار اليوم صريح جدا، جيكم من ولايه عنبه وين تنقلنا للمدينه الجديده دراع الريش، اين وقفنا على اهم النقائص والمشاكل اللي يعانيون منها السكان المرحلين الجدد. اقتراحاتكم ارسلونا على البريد ظهر اسفل الشاشه. سلام.